السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هتعرف معايا مخالفات اليوتيوب. ايه هي مخالفات اليوتيوب؟ ايه هي الانذارات اللي ممكن تتلقاها قناتك بسبب مخالفات اليوتيوب؟ اولا لازم تعرف حضرتك ان في نوعين من المخالفات اللي ممكن حضرتك ان انت ترتكبهم في قناتك على اليوتيوب. اول حاجة هي مخالفات بسبب انتهاكات حقوق الطبع والنشر، وده مش موضوع فيديو النهاردة. احنا هنركز النهاردة عن المخالفات المتعلقة بإرشادات منتدى اليوتيوب. المخالفات المتعلقة بإرشادات منتدى اليوتيوب، ايه عدد الانذارات اللي ممكن قناتك تتلقاها من مخالفة إرشادات منتدى اليوتيوب، ما هو تحذير مخالفة إرشادات المنتدى، ما هو الفرق بين تحذير مخالفة إرشادات المنتدى وإنذار مخالفة إرشادات المنتدى، ما هي القيود التي تفرض على قناتك والإجراءات التي تمنع من إجراءها واتخاذها وتنفيذها على قناتك حال تلقي قناتك إنذار بمخالفة إرشادات المنتدى، ما هي المدة التي تفرض فيها قيود على قناتك بمخالفة إرشادات المنتدى، ما هي هذه القيود، ما هي مدة الإنذار أو مدة صلاحية إنذار مخالفة إرشادات المنتدى. خلال هذه المدة، مدة الإنذار الأول، حالة تكرار قناتك أو تكرار حضرتك لمخالفة بإرشادات منتدى اليوتيوب، بيتم فرض نفس القيود ولكن لمدة أخرى. هتعرف معايا الكلام ده كله. طيب الإنذار الأول وعرفنا، والإنذار الثاني بمخالفة إرشادات المنتدى وعرفناه اللي احنا هنعرفه يعني. طب الإنذار الثالث، الإنذار الثالث انسى القناة، يتم غلق القناة. لكن قبل ما تعرف الكلام ده كله، خلي بالك أنا كنت زيك تماما، والكتير مننا بيبص على إرشادات المنتدى كده، بيمر عليها مرور الكرام وما بيهتمش، وانت بتقع في الأخطاء دي على فكرة بدون قصد. قنوات كبيرة بتقع في مخالفة إرشادات المنتدى، قنوات كبيرة تم إغلاقها بسبب مخالفات إرشادات منتدى اليوتيوب. الفيديو ده هتعرف معايا كل ما يتعلق بإرشادات منتدى اليوتيوب ومخالفة إرشادات منتدى اليوتيوب وإنذارات مخالفات إرشادات منتدى اليوتيوب، والفرق بين التحذير والإنذار بمخالفة إرشادات منتدى اليوتيوب. خلي بالكوا شباب، من أصعب المخالفات والإنذارات اللي ممكن تتلقاها قناتك هي الإنذارات المتعلقة بمخالفة إرشادات منتدى اليوتيوب. قبل ما ابدا في الموضوع عشان تمشي معايا واحده واحده وتركز معايا، اول حاجه هفرق مع حضرتك بين تحذير مخالفه ارشادات المنتدى وانذار مخالفه ارشادات المنتدى. التحذير ليس له اي تاثير على قناتك، دي نمره واحد، ملوش اي تاثير، مش هياثر على قناتك باي شيء، تمام؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، التحذير لا يتم إزالته من على القناة، ممكن يفضل مدى الحياة على القناة، ملوش مدة انتهاء صلاحية، لكن يتم إزالة هذا التحذير حال تلقي قناتك إنذار بمخالفة إرشادات المنتدى. يعني عشان تشيل التحذير يبقى لازم قناتك تاخد إيه؟ تاخد إنذار بمخالفة إرشادات المنتدى. لكن الإنذارات لها مدة صلاحية وبتنتهي. الإنذار الأول 90 يوم، الإنذار الثاني 90 يوم، الإنذار الثالث ملوش مدة صلاحية لأنه ده بيتسبب في غلق القناة. الأهم من ده كله شباب، لازم حضراتكم تعرفوا الأول إيه هي إرشادات منتدى اليوتيوب. ببساطة شديدة جدا، اليوتيوب من خلال إرشادات المنتدى بيعرف حضرتك المحتوى المسموح به على منصة اليوتيوب والمحتوى الغير مسموح به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اليوتيوب بيقدم لك مجموعة محتويات من خلال إرشادات المنتدى، هذه المحتويات يحظر التعامل معها ونشرها، سواء كانت بكلمة أو محتوى معين بيحض على أشياء معينة
او حتى كلمة كتبتها في عنوان او رابط خارجي ضمنته في وصف الفيديو. الكلام ده هجيبه لكم وعرفه لكم كله بشكل تفصيلي في نهاية الفيديو. هي دي ارشادات المنتدى، محتويات مسموح بيها ومحتويات غير مسموح بيها. عرفنا في المقدمة ان التحذير بمخالفة ارشادات المنتدى ليس له اي تأثير على القناة، ولا يتم ازالة التحذير الا حال تلقي قناتك انذار بمخالفة ارشادات المنتدى. خلصنا من القصة دي. طب لو عملت مخالفة تانية او قررت المخالفة، هو اليوتيوب في البداية لو انت عملت اول مخالفة بارشادات المنتدى بيدي لك تحذير على اساس ان انت اول مرة تعمل مخالفة بارشادات المنتدى، لكن لو عملت مخالفة تانية قررت المخالفة بقى خلاف المرة الاولى، هنا يا معلم بتتلقى قناتك انذار بمخالفة ارشادات المنتدى. انت ليك على القناة 3 انذارات. هذا هو الانذار الاول. الانذار الاول ده تأثيره على القناة، يعني انا مش عايز اقول لك شيء صعب جدا، شيء صعب جدا لتأثير على المشاهدات، لتأثير على المشتركين، لتأثير على الارباح لو قناتك مفعلة للربح من اليوتيوب. الانذار الاول مدة الصلاحية او مدة صلاحية انتهاء الانذار الاول بمخالفة ارشادات المنتدى 90 يوم. طيب قناتك بيفرض عليها من اليوتيوب مجموعة قيود، يعني مجموعة اجراءات انت مش هتقدر تعملها على قناتك. ايه هي الاجراءات دي؟ نمرة 1 مش هتقدر تحمل فيديوهات، نمرة 2 مش هتقدر تعمل مشاركات على المنتدى، نمرة 3 مش هتقدر تعمل بث مباشر، نمرة 4 مش هتقدر تعمل اي تعديل من خلال أداة التعديل في استوديو اليوتيوب على الفيديو اللي تمت إزالته اللي فيه مخالفة إرشادات المنتدى. كمان مش هتقدر تعمل صورة مصغرة مخصصة، يعني انت لو حاولت خلال فترة القيود دي اللي هقول لحضرتك هي قد ايه، ان انت تعدل على فيديوهات قديمة عندك في القناة، ممكن تعدل على عنوان، ممكن تعدل على الوصف في العلامات الدالية، في اي شيء الا الصورة المصغرة المخصصة. لن تتمكن من تعديل الصورة المصغرة المخصصة لأي فيديوهات قديمة عندك في القناة خلال فترة القيود. فترة القيود دي لمدة أسبوع بالنسبة للإنذار الأول بمخالفة إرشادات المنتدى. طيب احنا قلنا مدة الإنذار 90 يوم، لكن هو بيفرض قيود على قناتك، إجراءات مش هينفع إن انت تنفذها لمدة أسبوع اللي احنا قلنا عليها. طيب خلال التسعين يوم دول لو حضرتك عملت مخالفة أخرى بإرشادات المنتدى، لإرشادات المنتدى، هنا بتفرض نفس القيود اللي احنا قلنا عليها دي، مش هتقدر تحمل فيديوهات، مش هتقدر تعمل مشاركات على منتدى اليوتيوب، مش هتقدر تعمل بث مباشر، مش هتقدر تعمل صورة مصغرة مخصصة. هنا بتفرض نفس القيود على قناتك لكن لمدة أسبوعين، لمدة 14 يوم. طيب لو انت خلال التسعين يوم دول أيضا تمام تلقت انذارك انذار ثالث او قناتك، انا اسف الانذار الثالث لان حضرتك ارتكبت مخالفة بارشادات المنتدى، هنا القناة بيتم اغلاقها. طبعا انت مجرد ما قناتك بتتلقى الانذار الاول ممكن ان انت تقدم طلب اعادة نظر، وانا مش مع اي حد يقول ان انا اقدم طلب اعادة نظر ولا حاجة الا اذا كنت انت واثق مليون المية ان محتوى الفيديو اللي تمت ازالته من اليوتيوب بمخالفة ارشادات المنتدى انت واثق ان هو مفيش مخالفة ارشادات المنتدى، لكن بنسبة 99% بيبقى التقييم والمراجعة من اليوتيوب صحيح، وبيتم رفض طلب الايه؟ طلب اعادة النظر. يعني انت بتقدم طلب اعادة النظر من الاجراء زي ما انت شايف حضرتك كده قدامك، بيترفض إعادة النظر في إزالة المحتوى، وكمان اليوتيوب بيتم إعلامك من خلال استوديو اليوتيوب بيقولك تم رفض طلب إعادة النظر، بيقولك احنا رفضنا الطلب، احنا رجعنا طلب إعادة النظر بتاعك ولقينا ان المحتوى اللي انت بتقدمت طلب إعادة النظر ايه بينتهك وبيخالف إرشادات المنتدى، وبيكتب لك كمان عنوان الفيديو نفسه اللي تمت ازالته، والمحتوى ده بيصنفه لك على اي محتوى من محتويات ارشادات المنتدى اللي هي ايه مخالفة لارشادات المنتدى.
قبل ما اسيبكم مع ارشادات المنتدى كده في تصفح سريع، لازم تعرف حضرتك ان تأثير انذارات مخالفة ارشادات المنتدى صعب جدا بالنسبة للمشاهدات. لو كان ضعف المشاهدات وقلة المشاهدات وانخفاض المشاهدات خلال هذه الفترة، يعني بشكل عام على جميع قنوات اليوتيوب وعلى كل القنوات سواء كانت صغيرة او كبيرة، الا ان انذارات مخالفة ارشادات المنتدى كمان بتزود البلة. زي ما احنا بنقول كده، الامر بيزداد صعوبة، بتنخفض المشاهدات بشكل رهيب. طالما طبعا مفيش مشاهدات بتجيلك، حتى لو كانت مشاهدات من المشاهدون الجدد من بحث يوتيوب او من ميزات التصفح، يعني في مشاهدين جدد احتمال ان انت حد يشترك في قناتك، فبتنعدم المشاهدات تبقى ضعيفة جدا زي ما انت شايف قدام حضرتك كده. يعني تقريبا الفيديوهات بتموت، القناة بتبدأ تموت، قناة بتبدأ تموت، لان يعني معرفش هل اليوتيوب بيعاقب القناة بتلقي انذار مخالفة ارشادات المنتدى. الامر مختلف تماما عن مخالفات انتهاكات حقوق الطبع والنشر، لان دي بتبقى متعلقة بتقديم طلب ازالة محتوى من الغير. طلب ازالة محتوى من الغير، يعني انت تكون اخدت فيديو بتاع اي حد تاني ونشرته على قناتك فبيقدم طلب لليوتيوب. لكن المخالفات المتعلقة بارشادات المنتدى دي خاصة بسياسات اليوتيوب، دي قوانين الدولة اللي احنا بنشتغل فيها، دولة اليوتيوب. فهو هنا على طول بياخد اجراء معاك، وزي ما بقول لحضرتك المشاهدات يعني بتنزل للحضيض، تنخفض جدا. المشتركين طبعا يعني بتبقى وتيرة زيادة المشاهدات، المشاهدين انا اسف، ضعيفة جدا. كمان لو قناتك مفعل ربح على اليوتيوب بطبيعة الحال طالما انخفضت المشاهدات مش هتلاقي مشتركين، مش هتلاقي ارباح. يا شباب خلي بالكم، اطلعوا على ارشادات المنتدى، اعرفوا يعني ايه ارشادات المنتدى. خلي بالك لو قناتك تلقت تحذير، احذر احذر. خلي بالكم من الروابط الخارجية، لان انا اول تحذير اخدته في القناة عندي كان بسبب الروابط الخارجية لموقع معين. ما تنشرش اي رابط خارجي في وصف الفيديو عندك. اتمنى ان انا اكون ما طولتش عليكم وتكونوا استفدتوا. تمنياتي لحضراتكم جميعا بالتوفيق.